السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتابع مع بعض شابتر الاي سي ميترز. هنبتدي بالالكترو دايناموميتر. الاول قلنا ان دي ارزونفال ميتر لا يصلح لقياس الاي سي كارنت، وده لان البوينتر هيحصل له ديفليكشن with each half cycle، مع كل half cycle هيبتدي يتحرك يمين وشمال، وده نتيجة لأن ال permanent magnet has fixed poles، يعني north و south ما بيتغيروش مع كل each cycle، بينما التيار اللي أنا بقيسه هو اللي عمال يتغير كل each cycle، وبالتالي البولاريتي بتاعته بتتغير. لما البولاريتي بتاعته بتتغير بيبتدي يتحرك يمين وشمال، وبالتالي لا يصلح للدي ارزونفال ميتر في قياس الاي سي كارنت. هنستبدله بالالكترو دايناموميتر. الالكترو دايناموميتر عمل ايه؟ هو نفس فكره عمل الدي ارزونفال ميتر، ولكن استبدلنا البيرمننت ماجنت بالكتريك ماجنت، عباره عن فيكسد كويل. الفيكسد كويل دولا منقسمة إلى two halves، نصين متساويين، بحيث إن أنا أقدر أولد بيهم بولز نورث وساوث، وبيكون من الموفينج كويل. يبقى هو بيكون من سنجل كويل عبارة عن فيكسد كويل، وبينقسم إلى نصين وموفينج كويل. طيب البرنسبل أوبريشن، بنقول الكرنت اللي إحنا بنقيسه بيدخل في الكويل بتاعي ويتولد حواليه مجال مغناطيسي. المجال المغناطيسي ده بيتولد حوالين الفيكسد كويل والموفينج كويل في نفس الوقت. بيحصل انتراكشن بين الماجنتيك فيلد اللي نشأ حوالين الفيكسد كويل والموفينج كويل، فبيسبب دوران البوينتر بالظبط زي الدي ارزونفال ميتر. مع العلم ان الفيكسد كويل البولاريتي بتاعته بتتغير مع كل هاف سايكل، بينما دي ارزونفال ميتر البيرمننت ماجنت كانت البولاريتي بتاعته ما بتتغيرش، وبالتالي عندي في كل مره في كل هاف سايكل الدوران هيبقى في نفس الاتجاه. مميزات الالكترو دايناموميتر ان هو بيقدر يقيس الاي سي والدي سي الاثنين بدون اي موديفيكيشن، بدون ما احط دايره ريكتيفيكيشن زي ما كنا بنعمل في الدي ارزونفال ميتر. ومدى الترددات للتيارات اللي بيقدر يقيسها اقصى حاجه 125 هرتز. تاني حاجه، هو بيقيس تيارات كبيره مباشره بدون ما استخدم شنط ريزيستنس. ده نتيجه ان الكويل اللي انا مستخدماه لعمل الفيكسد كويل والموفينج كويل، عشان اقدر استخدمه كماجنتيك فيلد او اولد بيه ماجنتيك فيلد، لازم يكون الكروس سكشنال اريا بتاعته كبيره ويسمح بمرور تيار كبير عشان اقدر احصل منه على ماجنتيك كابلنج. ماجنتيك كابلنج كانه اصبح مغناطيس، يبقى هو ما ينفعش استخدم اي ملف، لازم يكون ملف مقاومته صغيره ويسمح بمرور تيار كبير فيديني ماجنتيك فيلد كبير، وبالتالي مقاومة الجهاز صغيرة فبتقيس تيارات كبيرة مباشرة. ده ميزة وفي نفس الوقت عيب. عيب في ايه؟ ان هو مش هيقدر يقيس التيارات الصغيرة، مش هيبقى سنسيتيف للتيارات الصغيرة. طيب لو انا حبيت استخدم الدي ارزونفال ميتر كاميتر، هحط ار شانت زي ما كنا بنعمل في الدي ارزونفال ميتر. لو انا عايز استخدم الالكترو دايناموميتر كاميتر بحط ار شنط زي ما احنا شايفين كده، ولو عايز استخدمه كفولتاميتر بحط ار اس ان سيريز مع الفيكسد كويل زي برضو ما كنا بنعمل مع الدي ارزونفال. طيب الالكترو دايناموميتر بيستخدم كوات ميتر. وات ميتر يعني بقيس بيه باور. ازاي؟ قال بوصل مع الحمل بتاعي اللي انا عايز اقيس له الباور الكرنت كويل بيوصل سيريز مع اللود، وبالتالي بيقيس تيار. يبقى اول حاجه الفيكسد كويل بستخدمها ككرنت كويل بتقيس تيار الحمل، والموفينج كويل بستخدمها كبوتنشال كويل بتقيس
الجهد اللي على اللود، وبالتالي بوصلها توازي مع اللود. طيب ازاي بقى بيقيس لي الباور؟ الماجنتيك فيلد اللي هينشأ عن الكرنت كويل، والماجنتيك فيلد اللي هينشأ عن البوتنشيال كويل، هيحصل بينهم انتر اكشن، فهتبقى المحصلة هي باور. يبقى انا عندي الفيلد اللي هينشأ عن الكرنت، والفيلد اللي هينشأ عن الفولتج، هيحصل بينهم انتر اكشن. هو ده الديفليكتنج، هيحصل بناء على الانتر اكشن بين الكرنت والفولتج، فهيبقى هو ده الباور، و بناء على المعادله دي. طيب انا عندي السكيل بتاعي هيصبح نون لينير، نتيجه ان هو عباره عن حاصل ضرب الجهد مع التيار، مش نتيجه حاجه واحده، مش هيبقى نون لينير. طيب ننقل على الايرن فين ميتر. هستخدم الايرن فين ميتر في قياس الاي سي كارنت. الايرن فين ميتر الكونستراكشن بتاعه عباره عن فيكسد كويل، الفيكسد كويل ملفوف على اسطوانه، وبيتكون كمان من تو ايرن فينز، من اسمه عباره عن قطعتين حديد، واحده فيهم متثبته في الفيكسد كويل، والتانية متثبتة على المحور المتحرك اللي واصل بالبوينتر اللي عندي. طيب بيشتغل ازاي والبرنسبل بيقيس ازاي؟ اول حاجة التيار عندي بيمر في الفيكسد كويل، فيولد مجال مغناطيسي حواليه وداخل الاسطوانة. المجال المغناطيسي اللي اتولد داخل الاسطوانة هيعمل مغناطة لقطعتين الحديد بنفس البولاريتي. نتيجة ان هما اتمغنطوا بنفس البولاريتي هيحصل بينهم ريبالشن فورس، هيحصل بينهم تنافر، فهيتحرك معايا قطعة الحديد حرة الحركة. طيب قيمة التنافر دي معتمدة على قيمة التيار اللي في قطعة الحديد الفيكسد، وقيمة التيار اللي مغناطت القطعة المتحركة، فأصبح التورك بتاعي نشأ أو ريبالشن فورس بتاعتي معتمدة على الآي سكوير، الآي اللي جايالي من الصفيحة الأولانية والآي اللي جايالي من الصفيحة التانية أو قطعة الحديد التانية. وبالتالي السكيل بتاعي أو البوينتر بتاعي اتحرك نتيجة الآي سكوير مش الآي، فالسكيل بتاعي أصبح نون لينير سكيل، وبنسميه سكوير لو ميتر، زي الإلكترودينامو ميتر بالظبط، كان سكوير لو ميتر لأنه ناتج عن الفي، حاصل ضرب الفي في الآي. طبعا انسب حاجه ليه بيستخدم في الصناعه لو انا مش بدور على الاكيوريسي قوي. تالت عندي الثيرموكابل ميتر. الثيرموكابل ميتر بيتركب من ثلاث حاجات، فاين ميتر اللي هو الهيتر، والثيرموكابل، والدي ارزونفال ميتر. تحت الفاين واير، واصل بين الفاين واير وبين الثيرموكابل حاجة اسمها insulating bead، دي بتعمل عملية عزل كهربي بين الفاين واير وبين الثيرموكابل، ولكن بتوصل الحرارة جيدا. طيب بالنسبة للprinciple of operation بتشتغل ازاي وبتقيس التيار ازاي؟ عندي التيار اللي بيدخل للثيرموكابل، التيار اللي بيدخل على الفاين واير بيبتدي يسخنه على حسب قيمة التيار. يبتدي الثيرموكابل يقيس درجة الحرارة ويحولها الى فرق جهد دي سي. مين اللي هيقيس الفرق جهد دي سي ده؟ اللي هو دي ارزونفال ميتر. وبالتالي يبقى انا عندي قيمة التيار اللي اتحركها دي ارزونفال ميتر معتمدة على فرق الجهد اللي نشأ على طرفين الثيرموكابل، اللي هو اصلا معتمد على درجة الحرارة اللي قاسها الثيرموكابل، اللي هي نشأت عن مرور تيار معين في الفاين واير في الهيتر. تمام كده؟ يبقى كلهم معتمدين على بعض. يبقى في النهاية قيمة التيار اللي قاسها دي ارزونفال ميتر معتمد على قيمة التيار اللي احنا كنا بنقيسها في البداية. ما يهمنيش نوع التيار اي سي ولا دي سي، لان دي ارزونفال ميتر يتحرك بناء على الحرارة اللي ولدها التيار. كل ما زادت شدة التيار كل ما زادت درجة الحرارة، كل ما فرق الجهد اللي ظهر على الثيرموكابل كان كبير، فدي ارزونفال ميتر هيقرأ تيار كبير.
يبقى انا عندي بقيس اي سي ودي سي بالثيرموكابل ميتر. من مميزات الثيرموكابل ميتر انه بيقيس تيارات تردداتها اكبر من 50 ميجا هرتز. كده يبقى الاي سي ميترز خلصت.